السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير، اتفضل. بارك الله فيك وفاء المكافاه عملك يا رب. دلوقتي يا شيخ مصطفى عندي سؤال وعندي بصره. دلوقتي انا اعمل مع والدي في الورشه بتاعته، مكان صغير كده وفي المسجد ورانا. هو والدي عنده خشونه في الركبه، انا احب اروح اصلي في المسجد مع الجماعه، لكنه يقول لي يعني صلي معايا وناخذ ثواب الجماعه، هل كده عليا اسم؟ عليك اسم طبعا، صلي مع الناس وتعالى صلي بيه نافله، مش مشكله. او صلي معه وارجع صلي معه نافله.